بدأت اليوم اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية برئاسة معالي الأستاذة مريم عقيل العقيل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. موافقة بالإجماع على أن تتولى دولة الكويت رئاسة مجلس الإدارة لأعمال الدورة الحالية، على اعتبار أن احنا انتهينا من دورتين 89 و90 وأيضا هذه 91. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لكافة أطراف الإنتاج، سواء كانت حكومات، أصحاب أعمال وأيضا عمال، على ثقتهم بدولة الكويت في إدارة أعمال هذه الجلسات. نتعامل جميعا كمجموعة عربية متكاملة، لو هناك انتقاص في أي جهة الجهة الأخرى بتكمله، فإحنا بنتكلم على هذا الدور الذي تلعبه مجلس إدارة منظمة العمل العربية. ناقشت الدورة عددا من البنود الهامة وعلى رأسها الوضع الراهن للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة. مناقشة أوضاع الفلسطينيين يعني حالات التعسف أمانة اللي تعرضون لها من الصهاينة، سواء كان وأثارها اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا عليهم هم كعمال أيضا، والمشاكل اللي يعانون منها منذ الأزل حتى تاريخها، سواء كانت في اغتصاب الأراضي وكيف ندعم مستحقات وحقوق عمال وشعب فلسطين. وهناك انتهاكات كبيرة كما أتى بالتقرير من دولة فلسطين بأن هؤلاء العمال من سنة 1970 وحقوقهم مهدورة وغير يعني حاصلين عليها. ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقاريرا عن نتائج أعمال الدورة 80 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 9 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.